بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في باب في من في من دان الله عز وجل بغير امام من الله جل جلاله الحديث الرابع عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال قال الله تبارك وتعالى لو عذبنا كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقيه ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وان كانت الرعيه في انفسها ظالمه مسيئه قبل ان نذكر هذا الحديث الشريف بشرحه نذكر مقدمه مختصره في الاحاديث القدسيه الله سبحانه وتعالى له كلام وكلام الله هو خلق الصوت يعني الله سبحانه وتعالى يخلق صوتا يستمعه النبي كموسى عليه الصلاه والسلام او يخلق كلاما يوحيه في قلب النبي كما اوحى الى الانبياء وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم فالله سبحانه وتعالى يخلق الصوت فيستمعه النبي او يوحي بالكلام الى قلب النبي او يوحيه الى ملك وهو جبرائيل عليه السلام وجبرائيل يبلغه النبي. وكلام الله سبحانه وتعالى قد الله سبحانه وتعالى يجمعه في مجموعة قد يجمعه في مجموعة كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وقد لا يجمعه في مجموعة. فإذا جمعه في مجموعة وسماها باسم هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي الله سبحانه وتعالى جعل له اسما كالتوراه والانجيل والزبور والقران. وقد يكون وحيا من غير ان يجمعه في كتاب. فهذا يسمى بالحديث القدسي اذا نقله لنا النبي. يعني الله سبحانه وتعالى كلم موسى بالتوراة وبغير التوراة فما كلمه بالتوراة هذا هو الكتاب الخاص الذي هذا الكتاب ليس بأيدينا الآن وإنما هو بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف مما توارثه من آبائه من الرسول من الأنبياء وما أوحاه الله عز وجل وكلم به موسى من غير التوراة هذا إذا نقله موسى أو نقله النبي محمد صلى الله عليه واله أو نقله الأئمة فيكون حديثا قدسيا، هذا هو الفرق الأساسي بين الحديث القدسي وبين القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية، طبعا هناك فروق أخرى مذكورة تتبع هذا الفرق. مثلا القرآن نزل وانزله الله متحديا البشر وليس كذلك الحديث القدسي وهناك فروق اخرى مذكورة في بعض الكتب، لكن هذه فروق تتبع هذا الفرق الرئيسي الذي ذكرناه. هذا الحديث الذي يرويه الامام الباقر عليه الصلاة والسلام حديث قدسي وصله عن طريق ابائه عن طريق جده رسول الله صلى الله عليه واله هذا الحديث القدسي يتضمن هذا الامر وهو ان كل انسان لا يعتقد بامام الحق ويعتقد بالامام الجائر هذا الانسان اعماله باطله والله سبحانه وتعالى يعذبه في يوم القيامه لانه عصى الله سبحانه وتعالى في اصل من اصول الدين وتبع ذلك بطلان جميع اعماله واذا الانسان اعتقد بامام العدل عقيده صحيحه يعني يعتقد بالتوحيد، بالنبوة، بالمعاد وليس فيه غلو وليس فيه انكار للعقائد الحقه، واعتقد بإمام الحق الله سبحانه وتعالى. هذا الانسان يعفو عن ذنوبه حتى إذا كان مذنبا. بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من غير حاجة له للإنسان أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إنما خلق الإنسان ليرحمه إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم والرحمة الخاصة تكون عن طريق العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة يبينها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن بعدهم أوصيائهم، إذا الإنسان عقيدته صحيحة، الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يجعله من أهل الجنة، لأن الجنة فضل من الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي عقيدته صحيحة هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى وعده بالجنة. زين هذا الانسان إذا أذنب ذنوباً لأن غير المعصوم قد يعرض للذنوب. الله سبحانه وتعالى جعل أمامه طريق التوبة. يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. زين هسه هذا الانسان اذا ما تاب نسى الله سبحانه وتعالى جعل طريقا اخر لغفران الذنب وهو فعل الحسنات قال سبحانه وتعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات" زين هذا الانسان اذا ما تاب نسيته ولم يكن عمله الحسن جبرا لسيئاته الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لمن لم يتب. ليش؟ لأنه إذا الإنسان تاب من الشرك الله يقبل توبته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر أن يشرك به إن لم يتوب وإلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله عامتهم إلا القليل منهم كانوا مشركين، القليل منهم يعني المقصود علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مثلا لم يكن مشركا، جعفر بن أبي طالب لم يكن مشركا، أبو طالب عليه السلام لم يكن مشركا، ومن ولد في الإسلام من أصحاب الرسول أيضا لم يكونوا مشركين، لكن عامتهم كانوا مشركين. فلما آمن بالله سبحانه وتعالى واستمر على الإيمان ما انقلب على العقاب الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم الآن أي مشرك نصراني بوذي أو أي مشرك ملحد أصلا ما يعتقد بالله سبحانه وتعالى إذا تاب وأسلم الله سبحانه وتعالى يقبل توبته فحينما يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا يعني إن لم يتوب فالآية في صورة عدم التوبة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بس ماكو وعد لمن يشاء الإنسان لي يخدع نفسه أنه الله يغفر لي الله يقول لمن يشاء يمكن الله ما غفر لك يمكن كما ذكرنا في الماضي الذنب يؤدي به إلى الكفر ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون فاذا الله سبحانه وتعالى الذي صحت عقيدته ان تاب من ذنوبه يغفر له ان عمل الحسنات ووازت تلك الحسنات السيئات يمحو تلك السيئات بدون ذلك يغفر له احيانا يغفر له بعد مصيبه عليه في الدنيا يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى بمصيبه هذه المصيبه تكون كفاره لذنبه احيانا يغفر له بعد ان يعذبه في القبر احيانا يغفر له بعد ان يعذبه في الاخره ليش نقول يغفر له لانه الذنب الواحد حسب بعض الروايات وحتى حسب الايات هذا الذنب الواحد هو سبب في نفسه مقتضٍ لخلود الإنسان في جهنم. معصية العظيم عظيمة، ومعصية الكبير كبيرة، الذنب الواحد إذا إنسان قتل إنسان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الربا تدفع الواحد قرض ألف دينار، تشترط علي ان يرجع لك بالف مية لهذا الان يسموه الفائده مثلا وهو ليس فائده ضرر الله سبحانه وتعالى حول المرابي يقول اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الذنب الواحد الى اقتضاء لخلود الانسان في جهنم مثل الآن بعض الجرائم اللي يرتكبها بعض الناس حكمها السجن أبداً، هسة الفرق أن الله سبحانه وتعالى بفضله قد يعفو، لكن في القوانين الوضعية ماكو عفو، حبس أبد إلا القليل، وقبول التوبة ليس واجباً على الله كما تقوله المعتزلة. لا فضل من الله سبحانه وتعالى فضل الله يتفضل علي بقبول توبتي فحتى الإنسان المذنب الذي عذب في قبره أو في يوم القيامة ألقي به في جهنم ليستوفي بعضا من عقوبته إذا هذا مؤمن الله سبحانه وتعالى يغفر له يخرجه من جهنم بعد حين ويدخله الجنه بفضله فاذا الله سبحانه وتعالى على الانسان المؤمن اللي عقيدته صحيحه من التوحيد الى المعاد بما في ذلك الاعتقاد بالائمه الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الانسان ذنوبه لكن هذا الانسان اذا لم يعتقد بامام من الائمه أو لم يعتقد بأصل الإمامة من الأساس، لأن اكو بعض الناس لا يعتقدون بأصل الإمامة. هناك بعضا من الناس يعتقدون بالإمامة، ويعتقدون ببعض الأئمة دون بعض. مثلا الكيسانية فرقة منقرضة، يعتقدون كانوا بأمير المؤمنين علي أنه إمام. ويعتقدون بامامه الامام الحسن وبامامه الامام الحسين ومن بعد الامام الحسين كانوا يعتقدون بامامه محمد ابن الحنفيه وهو بريء منهم لكن كانوا يعتقدون هكذا اكو ناس يعتقدون بالامام زين العابدين ومن بعد بعد الامام زين العابدين لا يعتقدون بالامام الباقر اكو ناس يعتقدون بالامام الباقر ولم يكونوا يعتقدون بالامام الصادق هناك ناس يعتقدون بالإمام الصادق إلى الإمام الصادق ولم يكونوا يعتقدون بالإمام الكاظم يوجد ناس كانوا يعتقدون بالإمام الكاظم ولم يعتقدوا بالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هؤلاء إما لا يعتقدون بأصل الإمامة أو لا يعتقدون ببعض الأئمة هؤلاء إن تشهدوا الشهادتين في الدنيا حكمهم حكم المسلمين لكن باطنهم شرك والمشرك الله لا يغفر له الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء الخلق لله وحده لا شريك له وربك يخلق ما يشاء ويختار الاختيار لله مو للناس هذه صفه خاصه بالله الانبياء الناس ما يختاروهم الله يختار الانبياء الائمه الناس لا يختارونهم الله سبحانه وتعالى يختارهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره ما لهم حق يعني هذا شيء خاص بالله لا شريك له سبحانه وتعالى يعني اذا واحد قال اني الي اختيار النبي هذا مشرك اذا قال اني الي اختيار الامام من بعد الرسول صلى الله عليه واله هذا مشرك حسب هذه الايه الشريفه والمشرك شنو حكمه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طبعا ذكرنا نكرر تاكيدا هذا ليس تكفيرا لمن لم يعتقد بالامامه او بالائمه، وكما ذكرنا من يتشهد الشهادتين من جميع الفرق الاسلاميه باستثناء الغلاة والنواصب. الغلاة هؤلاء لا يعتقدون بالتوحيد، فهم كفار. النواصب ايضا بدليل خاص هم كفار. لكن من يتشهد الشهادتين من غير هؤلاء هذا في الدنيا محكوم عليه بالاسلام، يجري عليه جميع احكام المسلمين، من التوارث والتناكح، وله ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، هذا في الدنيا، حتى المنافق الذي قلبه يرفض التوحيد، قلبه يرفض النبوة، هذا في الدنيا يحكم عليه باحكام الاسلام، مثلا عبد الله ابن ابي هذا راس المنافقين والله سبحانه وتعالى انزل فيه آيات اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ما يعتقدون بنبوة محمد صلى الله عليه واله اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يعني عندما يحلف حلف كاذب ليقي نفسه يحفظ نفسه انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفكون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني شوف هذا الانسان الذي هو هكذا وهكذا يقول حول رسول الله صلى الله عليه واله وهكذا يكذب على الله سبحانه وتعالى لكن ما دام في الظاهر تشهد الشهادتين حكم عليه بالاسلام ولذلك حينما مات دفن في مقابر المسلمين والرسول صلى الله عليه واله حضر جنازته وصلى عليه طبعا صلاة رحمة لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن صلاة الرحمة على المنافقين قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لكن الرسول حينما صلى هذا حكم فقهي وهو أنه الإنسان عندما يصلي على الميت في التكبيرة الرابعة بعد التكبيرة الرابعة إذا كان مؤمنا يدعو له وإن كان منافقا يدعو عليه. يعني يلعنه ولو بصوت منخفض حتى لا يسمع الناس. الرسول حضر جنازته وصلى عليه، طبعا لعنه في الصلاة بس بصوت منخفض سرا. ليش؟ لأنه ما دام تشهد الشهادتين فله ما المسلمين وعليه ما عليهم. فالقضية احنا هنا الآن في هذا الحديث وأمثاله حينما نقول بأن الذي لا يعتقد بالامامه او لا يعتقد باحد من الائمه هو مشرك، مرادنا الشرك الخفي. هذا الشرك الذي في الدنيا لا يخرج عن المله. لكن في الاخره هو والمنافق سواء. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لذا الامام الباقر في هذا الحديث يقول قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي. لأعذبن كل رعية الرعية يعني الناس الذين يتبعون راعيا يتبعون واليا لأعذبن كل رعية في الإسلام يعني هي مسلمة هذه الرعية مو مو مسلمة دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله يعني عبادة الله سبحانه وتعالى وأطاعة الله عن طريق سلطان جائر هذا العمل هباء منثور الله ما يقبل الله ما يريد هذا العمل ذكرنا فيما مضى واحد يصلي بخشوع بخضوع ولكن ليس باتجاه القبلة ولكن ليس بوضوء صلاته باطلة لولا نعم باطلة صلاته لماذا؟ لانه صلى صلاة لا يريدها الله سبحانه وتعالى. الله ما يريد هذه الصلاة. والله سبحانه وتعالى بين انه يثيب الجنه لمن آمن وعمل الصالحات. اللي ما آمن الله سبحانه وتعالى يقول: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا". في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: حبطت أعمالهم. في آية أخرى يقول: وباطل ما كانوا يعملون. لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله. طبعا ليس من الله هذا تأكيد لأنه ما دام هو جائر فليس من الله. وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. البر بالنسبة للآخرين الإحسان إليهم التقوى بالنسبة إلى النفس تشوف واحد من الكفار كافر لكن تشوف راهب سنوات تارك ملذاته ويعبد الله سبحانه وتعالى في صومعه لكن ورهبانية ابتدعوها عمله باطل الله ما يريد هذا العمل لأنه لم يكن بأمر الله ولا بالكيفية التي أرادها الله أو واحد مسلم تشوف أخلاق زينة مصلي يحضر في الصلاة في أول الوقت لا يكذب لا يأكل أموال الناس إلى بر بالنسبة للآخرين حسب التعبير قلبه أبيض لكن هذه الأعمال لا يريدها الله سبحانه وتعالى لأنها ليست بشرطها نعم يمكن هذه الأعمال تسبب التخفيف عن عذابه لأن العمل الحسن حتى إذا كان باطلا حتى إذا كان غير مقبول هذا يسبب تخفيف في العذاب في بعض التفاسير حول حاتم الطائي حاتم الطائي كان مشركا لكن كان كريما مو الكرم فقط في الجود بماله هذه صفه من صفاته كانت الجود بماله، انسان شريف لكنه كان مشركا فحسب بعض التفاسير انه في نار جهنم لكن لا يحترق بنار جهنم او في حديث في كتاب الكافي الشريف واحد من الكفار المشركين آوى مؤمنا كان يريد الحاكم الجائر أن يقتله آواه فلما مات ذلك المشرك خطبه الله سبحانه وتعالى أنه إذا الجنة ما كنت حرمها على المشرك أنت جت أدخلك الجنة لإيوائك ذلك المؤمن لكن هو في النار يا نار هيديه ولا تحرقيه هو في نار جهنم لكن لا يحترق في نار جهنم انه يعني احد محبوس مثلا في مكان لكن لا يعذب في ذلك المكان لان جهنم شيئا حبس وتعذيب هذا محبوس في جهنم لكن لا يعذب وان كانت الرعيه في اعمالها بره تقيه ثم يقول الامام الباقر الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول: "ولاعفون عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية كل امام عادل" يعني اطاعة الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد بالامام العادل الذي في زمانهم مع الاعتقاد بسائر الائمة الحق الذين عينهم الله سبحانه وتعالى. "كل امام بولاية كل امام عادل من الله وان كانت الرعية في انفسها ظالمة مسيئة. ظالمة شلون الله سبحانه وتعالى يعفو عنها؟ ظالمة يعني بارتكاب الذنوب. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "إن الله يغفر الذنوب جميعا." "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات." طبعا هذا العفو مو معناه انه لا يعذب بذنبه ولو لفترة قليلة. قد الله سبحانه وتعالى لا يعذبه اطلاقا. وقد يعذبه لكن دون جرمه لان الجرم يقتضي الخلود في نار جهنم كما ذكرنا. لكن الله سبحانه وتعالى دون جرمه يعذبه ثم يعفو عنه. مثل الان واحد يحكم عليه بالسجن مثلا ثلاثين سنة. يحبسوه بالسجن. سنه سنتين ثلاث سنوات ثم يصدرون عفو عنه. زين هذا عفي عنه نعم لكن هذا العفو مو معناه انه لم يدخل في السجن ولو يوما واحد لا ثلاث سنوات كان بالسجن لكن حقه اكثر من ذلك من العقوبه يستحق اكثر لكن عفي عنه وان كانت الرعيه في انفسها ظالمه مسيئه. وهناك حديث آخر إن شاء الله نتركه إلى حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين